النهارده يوم استثنائي، يوم مش عادي، يوم استثنائي ويوم مش عادي، لان محتاجين الناس تفوق، ومحتاجين الناس تعرف مين السبب في الانهيار، ومحتاجين نعرف مين السبب في الخراب اللي بيحل كل يوم على نادي الزمالك. مازال في بعض الناس المغيبة، ومازال في بعض الناس المجانين بهذا الرجل الذي يدمر النادي كل يوم، ويخرجون عليك ويرسلون إليك برسائل يقولوا لك ما ينفعش نهد في الزمالك. الناس دي لازم تفوق وتعرف إن اللي بيهدم الزمالك اللي في الزمالك مش إحنا، مش إحنا اللي بنهد في الزمالك، اللي بيهد في الزمالك هو مرتضى منصور وولاده. أنتوا سكتوا في مشروع التوريث وسكتوا وهو النادي بيختطف، وما زلتم ساكتين، وفي الآخر بدل ما تقولوا مرتضى منصور دمر نادي الزمالك جايين تقولوا عبد الناصر زيدان واللي معاه من المفترض يهدوا شوية على نادي الزمالك. أي هدوء عايزه حضرتك أنت وهو؟ وماذا تريد ونحن نرى الزمالك يدمر يوما بعد يوم؟ مشكلة الزمالك ليس مشكلة فريق كورة اتهزم من إنبي 2-1، ولا مشكلة فريق اتغلب من مازيمبي منذ ساعات 3-0 في فضيحة إفريقية مدوية، ولكن المشكلة في إن اللعيبة ملهاش مستحقات تطالب بيها. اللعيبة ليها مستحقات، معذرة، اللعيبة ليها مستحقات عايزة تطالب بيها، وللأسف الشديد رئيس نادي طالع يقول اللعيبة ملهاش مستحقات. المشكلة في راجل فرق ما بين كل لاعب وما بين زميله، وما بين كل صديق وما بين صديقه. المشكلة ما بين راجل بينسب لنفسه كل نجاح هو وعياله، وسايب النادي يدمر يوم بعد يوم وساعة بعد ساعة. لو نجح النادي نرجع بالذاكرة إلى الوراء ويقول لك ميتشيو جابوا أمير مرتضى، فاكر أمير وأحمد سافروا على حسابهم طيران، فاكر أمير وأحمد سابوا عيالهم في الساحل الشمالي عشان خاطر مستقبل الزمالك وصالح الزمالك، فاكر ميتشيو أحسن من فيلر الأهلي 100 مرة، فاكر وفاكر وفاكر وفاكر. وإن كنت ناسي أفكرك، لأنك أنت اللي دمرت الزمالك وأنت اللي جبته لمس أكتاف. أنا مش هتكلم عن هزيمة 3-0 ولا مباراة، لأن الهزيمة 3-0 واردة، و10-0 واردة، زي 1-0 ما هي واردة، و2-0 واردة، لا يهمني الرقم، وإنما أرجع بيكم من أول السطر. ينفع رئيس نادي يعمل مؤتمر صحفي قبل اللعيبة ما تتوجه للمطار يتهم 3 منهم بالخيانة والتمرد على الفريق، والباقي ملهوك مستحقاته اللي مش عاجبه يسيب النادي ويمشي؟ ينفع رئيس نادي يطلع قبل اللعيبه ما تسافر للكونغو بساعات ويقول انا عندي فيديو مسجل فيه ان احنا هنتهزم من انبي، والفيديو ده اعرضه بعد اللعيبه ما ترجع من مازيمبي واوريكم اللي بيحصل من مؤامرات؟ ينفع واحد رئيس نادي يقول الفريق متمرد والفريق كله بيحارب بعضه وامير شايل الفرقه على كتافه، ولولا امير كان الزمالك اتدمر ونزل لدرجه تانيه؟ اي هدوء انتوا عايزينه؟ ومتى ينتفض الزملكاويه؟ فين غيرتكم على الزمالك؟ فين الكابتن حسن شحاتة؟ فين الكابتن احمد عبد الحليم؟ فين الكباتن الكبار؟ فين فاروق جعفر؟ فين الناس الكبيره؟ فين الناس اللي سابت الزمالك وفرطت فيه؟ جماهير الزمالك لم تجد امامها الا واحد بس بيتكلم، هو الكابتن حلمي طولان، لما قال لو عايزين تاخدوا مني زملكاويتي تعالوا اسحبوا دمي قبل ما تخلوني اسكت وانا شايف الزمالك بينهار. الكل باع الزمالك، والكل فرط في حق الزمالك، والكل هان الزمالك، وما فيش حد في دماغه غير جمع المال والمتاجره باسم نادي الزمالك. كل يتآمر على الزمالك، من لعيبة لمدربين لإدارة، الكل بيدمر في نادي الزمالك. حتى بعد 3-0 طالعين حاجات رخيصة بتتعامل مش فاهمين لها أول من آخر، إيه اللي بيحصل مش عارفين. أول مرة نشوف لعيبة تطلع على انستجرام وتقول لك ندعم ميتشيو الصربي الفاشل اللي اتهزم 3-0 في فضيحة إفريقية مدوية، ويكتبوا على صفحاتهم زي ما انتم شايفين فرجاني ساسي هو على صفحته، واشرف بن شرقي على صفحته،
ومحمد مش عارف عبد السلام على صفحته ومصطفى محمد على صفحته، من امتى كنا بنشوف لعيبه مهزومه 3-0 تطلع تكتب على صفحاتها على السوشيال ميديا وتقول بندعم مدرب مهزوم؟ وهم مالهم هم ومال الموضوع ده ان كان يقعد ولا ان كان يمشي؟ المشكله كبيره، المشكله في دوله سبت الزمالك يضيع للاسف الشديد. وزير شباب ورياضه شايف الزمالك بيتدمر ولا حياة لمن تنادي ماليا وأدبيا وأخلاقيا وحتى في مجال البطولات. عايزين الزمالك يرجع لسابق عهده في السبعينات والثمانينات والتسعينات ومن قبل الستينات والخمسينات والأربعينات والثلاثينات. الزمالك العظيم، قولوا المرتضى منصور ارحل، قولوا المرتضى منصور امشوا، انت وعيالك امشوا، جربوا مرة تقولوا المرتضى منصور امشوا. فين الجمعية العمومية؟ فين شرفاء الزمالك ينتفضوا؟ فين الناس اللي بتخاف على النادي وعلى الكيان وعلى الجماهير اللي بتبكي بالملايين؟ مش احنا اللي بنتاجر ولا عبد الناصر زيدان اللي بيتاجر، احنا موقفنا واضح ومن اول دقيقة قلنا الراجل ده هيدمر النادي وهيجيبه لمسة اكتاف ولن يتحرك احد إلا عندما يترك لكم الزمالك لا حول له ولا قوة، ويحتاج إلى بناء جديد ربما يمتد لخمسين سنة. موارد 3 مليار جنيه راحت في الهواء، بطولات بتضيع. لو أن فييرا موجود بعد ما خد الدوري وبعد ما خد الكاس كان حصد بطولات للجملة للزمالك، ولو أن جروس موجود كان حصد بطولات بالجملة للزمالك، ولو أن ولو أن ولو أن ولو أن. ولكن كلكم خايفين تقولوا إن مرتضى منصور السبب، جايين تقولوا كفاية أنتوا سيبوا الزمالك في حاله، إحنا نسيب الزمالك في حاله لمرتضى منصور. كلكم خايفين، و90% من الزملكاوية للأسف الشديد يستحي لساني أن أذكرها مرعوبين من مرتضى منصور، وخايفين يقولوا للأعور أعور في عينه، وخايفين يقولوا للغولة عينك حمرة. الحقيقة إن مرتضى منصور هو اللي دمر الزمالك، والحقيقة إن مرتضى منصور هو اللي جاب الزمالك لمسة أكتاف، والحقيقة إن مرتضى منصور لا يعنيه سوى مشروع توريث أحمد وأمير، واحد في الإدارة وواحد في الكورة، ولا حياة لمن تنادي، والكل شايف وعارف. جمعيات عمومية باطلة، لوائح مفبركة، قانون لا يطبق، فلوس جوه الخزنة ما بتروحش البنوك، ولا حياة لمن تنادي. مرتضى منصور لو أنه بني نادي عزبة خاصة ليه وسماه الزمالك مش هيعمل فيه اللي بيعمله في هذا الكيان العظيم، كيان نادي الزمالك. ولا حياة لمن تنادي. امتى تنتفضوا؟ امتى تتكلموا؟ لوموا نفسكم يا زملكاوية، شوفوا نفسكم مين اللي خلاكم بهذا الشكل وهذا الرعب وهذا الجبن وهذا الخوف وهذا البهتان اللي انتوا فيه. ضاع حقكم لما سكتوا وسبتوا الظالم يعبث في النادي كيفما يشاء، حتى جاءت الهزايم تترى من انبي لمازنبي. يا قلبي لا تحزن ولا تتحدث عن الزمالك، فيش حد فيكم يتكلم عن الزمالك، كلكم تخليتوا عن الزمالك، وكلكم تركتم الزمالك يغرق، وكلكم سبتم الزمالك بيتخطف على مسمع ومرأة منكم ومعاكم وزارة الشباب والرياضة. ولا حياة لمن تنادي. لغاية امتى هتفضل المهزلة دي؟ سؤال مهم وسؤال كبير وسؤال عريض. دي مقدمة كان لابد منها عشان تعرفوا مين السبب. بكل جرأة وبكل أمانة احنا بنقولها، مرتضى منصور وأولاده هما سبب كل الانهيار اللي في نادي الزمالك. مرتضى منصور وأولاده، مرتضى منصور ومشروع توريثه، مرتضى منصور وعمايله، مرتضى منصور واللي بيعمله في نادي الزمالك هو واللي معاه. خلصوا كل موارد الزمالك المالية وعيقضوا على الزمالك كاسم، وما فيش حد عايز يتحرك. ولا حياة لمن تنادي. هزيمة 3-0 من مازيمبي زي ما هنشوف دلوقتي، هزيمة 3-0 من مازيمبي في الكونغو جابت الناس كلها لمس أكتاف وفضحت المستور وكشفت العوار. مدرب فاشل، مدرب معرفش قيمة الفلنة، مدرب قالوا عليه تعلب
وكلهم قبضوا الثمن من إعلاميين لمحللين للعيبة، الكل قبض الثمن عشان يمجد في ميتشيو وعلى كان خاطر يقول الزمالك جاب ثعلب عظيم ومدرب كبير، وفي الآخر ضحكوا على الجماهير. مدرب لا يفقه شيء زي ما هتشوفوا من لقطات المباراة دلوقتي معاكم، لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. لو نشغل كده مع بعضينا، لو نشغل اللي اوريكم دلوقتي ثلاث اهداف فضيحة، لدرجة ان الهدف الاول والهدف التالت كأننا بنشوف هدف معاد، كأننا بنشوف هدف معاد، كأننا بنشوف هدف معاد. مفيش روح فلنة، مفيش اداء، مفيش انتماء، مفيش نخوة، مفيش رجولة، وفي الاخر طالعين يكتبوا على صفحاتهم ويقولوا احنا عايزين ميتشو ما يمشيش. اي منطق ده واي كلام ده؟ ومن امتى بنشوف لعيبة بتكتب على سوشيال ميديا تقول احنا عايزين المدرب يقعد ما يمشيش؟ من امتى بنشوف الكلام ده؟